ليس من الغريب أن يكون الشخص مبدعاً، لكن الغريب أن تبدع في مجال ليس من عرقك ولا نسلك. فهذا الطفل الصيني جعل من الإبداع والموهبة المتحدثة عنه. أنا أحب يعني اللغة الكويتية وحد الكويت، لأن أنا أحس هذا الكويت قريب من قلبي، ف يعني أحس إن هي وايد 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 جميلة، والأغاني الكويتية يعني وايد قريب من قلبي. هاوي اللي أو كما يطلق عليه اسم عبد الله هو من مواليد الكويت وصيني الأبوين. اكتشف مواهبه منذ الصغر إذ لم يتجاوز عمره 5 سنوات، وتعلم العزف على البيانو والكمان وأيضا الغناء الكويتي الوطني. بديت يعني أعزف الموسيقى لما أنا كنت خمس سنوات، ويعني أختي كانت حتى تعلم البيانو، يعني أنا سمعتها وكان يعني الموسيقى وايد جميلة، فيعني أنا قلت حق أمي أبي يعني حتى أنا أبي أدق البيانو وأعزف الكمانجة كذي، وبعدين هي قالت أوكي ودرب شوي ويعني إيه للحين. هذه الموهبة وجدت أجواء عائلية وأيضا تربوية كي تصقل ذلك المبدع من صغره. أي مكان حفلة هو روح أي مكان، كل الناس تبيه وايد، يا كويتية غير كويتية، كل الناس عادياً هو تبي كويت بعد، هو حب كويت وايد وايد، هو يقول له كويت بلدي. الله الله يا شمس الحياة، يا كويت يا كويت يا نب الحياة، الله يا كويت يا كويت، الله الله يا كويت أنت الحياة، وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم. حلم عبد الله أن ينمي مواهبه كي يتخصص في العزف ليكون معلما موسيقيا تتخرج على يديه أجيال مبدعة. موهبة آسيوية ولدت وترعرعت بأرض وحب الكويت، فأتت بنهكة ولسان كويتي بكاريزما صينية، وأكدت بأن حب وعشق الكويت تعدى حدود الصين. إبراهيم سبحان، تلفزيون دولة الكويت.